مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع النادي الصفاقسي وملاعبي الفريق أضربوا اليوم على التمارين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المادية بعد وعود من الهيئة التسييرية بتمكينهم من مستحقاتهم المتمثلة في عدة جريات شهرية وجزء من منحة الإنتاج، الشيء اللي خلى ملاعبي السيساس يضربوا اليوم على التمارين. الاتحاد المنستيري انتصر اليوم ودين على نادي شباب الغار الليبي 4-1. هدف الاتحاد سجلهم عزيز الورفلي، احمد جفالي، وائل بن عثمان، وايوب لقريشي. اجرى لاعب المنتخب الوطني التونسي لكره اليد محمد امين درمول اليوم عمليه جراحيه تحت اشراف طبيب المنتخب الدكتور منذر مبارك بعد اصابته بكسر في الساق مع فريق ميندن الالماني، وباش يخضع درمول لفتره تاهيل، لكن مشاركته في الكان الشهر الجاي في مصر تبقى مستبعده. بطلتنا التونسية أونس جابر تحصلت على زوز جوائز من رابطة محترفات التنس. تحصلت أونس جابر على جائزة كارن سبورتسمانشيب أورد للسنة الثانية على التوالي لدعمها للعب النظيف واحترام العباد داخل وخارج الملعب، وتحصلت على جائزة بيتشي كيليماير سيرف بلاير سيرفيس أورد، وهي جائزة تمنحها لأونس جابر اعترافا بالمبادرات اللي قامت بها نيابة عن لعبات التنس. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم على أول القائمات النهائية الجوائز The Best، القائمة اللي تم الإعلان عليها. الأحسن حارس مرمى فيها ياسين بونو حارس المنتخب المغربي والهلال السعودي، تيبو كورتوا حارس الريال وبلجيكا، ويدرسون حارس السيتي والبرازيل. المدافع الإيطالي جورجيو كيليني أعلن اليوم اعتزاله كرة القدم في عمر 39 عام. كيليني أحد أساطير يوفي، حقق معه 9 بطولات في إيطاليا وتوج باللورو عام 2020 مع إيطاليا. آخر تجاربه ومسيرته وقفت في أمريكا من بوابة لوس أنجلوس. الاتحاد التركي لكرة القدم قرر اليوم تعليق مباريات جميع الأقسام لأجل غير مسمى، هذا بعد الاعتداء على حكم من قبل رئيس وبعض لاعبي أنقرة جوكو في مقابلة البارع لحساب السوبر ليج التركية درجة الأولى. الحادثة لقت تفاعل كبير في العالم للتنديد بها. تكلم رجب طيب أردوغان رئيس التركي، كيف حتى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو. اليوم ينطلق كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، المقابلة الافتتاحية بعد أقل من ساعة من توا مع 7 بين اتحاد جدة ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي. اليوم الموعد مع مقابلة الجولة الأخيرة لمجموعات رابط الأبطال الأوروبية. في المجموعة الأولى 9 تعليل مانشستر سيتي مانشستر يونايتد ضد البايرن، إف سي كوبنهاج ضد جالاتا سراي، مانشستر يونايتد حنبال المجبري، إف سي كوبنهاج الياس العاشوري. البايرن هو اللي ضمن الترشح تاعه في المجموعة هذه في صدارة 13 نقطة، إف سي كوبنهاج وجالاتا سراي بخمسة نقاط في المركز الثاني، ومانشستر يونايتد في المرتبة الرابعة بأربع نقاط. كما قلت بايرن مترشح وثلاثة فرق أخرى معنية بالترشح. في المجموعة الثانية 7 غير با بي اس في ضد أرسنال، لونس ضد اف سي سي في. في الترتيب أرسنال الأولى ب 12 نقطة، بي اس في الثانية 8 نقاط، لونس الثالثة 5 نقاط، واف سي سي في في المرتبة الرابعة بزوز نقاط. المقابلات شكلية في الترشح في الدور القادم رابط الأبطال، لكن الصراع فقط على المركز الثالث المؤهل للبراج لأوروبا ليج. في المجموعة الثالثة 9 تعليل اتحاد برلين فريق عيسى العيدون يواجه ريال مدريد، نابولي يواجه سبورتينغ براغا. للترتيب الريال في الصدارة 15 نقطة، نابولي ثاني 7 نقاط، سبورتينغ براغا 4 نقاط في المرتبة الثالثة، واتحاد برلين ثاني رابع بزوز نقاط. الريال متأهل ونابولي يكفيه التعادل. في المجموعة الرابعة 9 تعليل سالزبورغ ضد بنفيكا، لينتر ضد ريال سوسيداد. الترتيب ريال سوسيداد ولينتر في الصدارة 11 نقطة، سالزبورغ في المرتبة الثالثة 4 نقاط، وبنفيكا في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة. الأمور محسومة والصراع يخص الصدارة بين لينتر وريال سوسيداد. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع صلاح وكامل الفريق على كل لسان.